مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا حاليا من امام المركب الرياضي محمد الخامس، مباراة اللي غتجمع فريق الوداد الرياضي لكرة اليد ضد الجمعية الرياضية لجامعة الحي محمدي لكرة اليد. المباراة هذه اللي كتعرف حضور انصار ديال فريق الوداد الرياضي و الترا وينرز اللي دارت واحد الهاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي على انها تجي وتشجع هذا الفريق، هذا الفرع اللي محسوب على نادي فريق الوداد الرياضي. وكنعرفوا الجماهير الوداديه اللي كتساند دائما اي فرع داخل نادي فريق الوداد الرياضي، يعني استنفار امني في هذه اللحظات وحضور غفير للجماهير الوداديه كيف ما كتشبهوا معايا في هذا الأثناء. ولا يزال العديد من الجمهور الودادي حاضر في هذه المقابلة هذه اللي كيف ما شرحت لكم أن أنصار ديال فريق الوداد الرياضي اللي كيشجعوا دائما جميع الفروع، ماشي فقط كرة القدم بل حتى كرة السلة، والآن مباراة ديال كرة اليد. يعني هذه هي الأجواء من أمام المركب الرياضي محمد الخامس، يعني العديد من الناس كيظنوا ان مباراة كرة القدم لكن هي فقط مباراة كرة اليد. شوفوا معايا هاد الجماهير الودادية اللي جاي اليوم باش تساند فريق الوداد الرياضي لكرة اليد. صراحة حضور قياسي للألدرا وينرز فاصل المساند لفريق الوداد الرياضي. يعني ولا يزال العديد من الجماهير الودادية تتقاطر على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس من أجل مساندة فرع كرة اليد. هذه هي الأجواء مشاهدينا الكرام أمام المركب الرياضي محمد الخامس. الجمهور الودادي كما العادة حاضر لمساندة فرع كرة اليد، وكيف ما أشرت لكم أنه كان هناك واحد الهاشتاغ اللي هو باش يجيو الجمهور الودادي باش يساند الفريق ديالو. كنعرفو توقف البطولة الوطنية، هادشي اللي خلى جل هاد الأنصار الودادية تحضر في هاد الأثناء باش تشجع هاد الفرع هذا اللي كيحاولوا أنهم يلتقيو مرة أخرى باش يساندوا فرع كرة اليد، كيف ما شفنا سابقا انهم كيساندوا كذلك جميع الفروع ديال فريق الوداد الرياضي. يعني شوفوا معايا هاد الجماهير اللي تتقاطر على المركب الرياضي محمد الخامس في هاد الاثناء. يعني كيف ما شرحت لكم عديد من الناس كيظنوا انها مباراة كرة القدم لكن هي فقط مباراة كرة اليد. يعني كيف ما كتشابهوا معنا مشاهدينا الكرام حضور قياسي لجميع الجماهير الودادية من مختلف مناطق الدار البيضاء، يعني جاي اليوم باش يساندوا فرع كرة اليد باش يحاول انه يحقق المراد. يعني هذا هو فصيل الترا وينرز المساند لفريق الوداد الرياضي بجميع الفروع ديالو كيحضر في هذا الاثناء. يعني شوفوا معايا هذه الكميه ديال الجماهير الوداديه اللي حاضره في هذه الاثناء باش تشجع فرع كره اليد باش يحقق المراد وينتصر ولما لا يضمن المكان ديالو ضمن الكبار في هذه الممارسه ديال كره اليد.